القدرات بس ننتظر النتائج حتى نسحب. كلش مفيد هذا اليوتر راح يكون ونفس الوضعيه ثبتوا على نفس الشيء. جابوا خرائط انا ما مشيت ترى التعليم مال التسليم الا يرجع عليكم اخباركم انتم في المصلي اسدوا له اسدوا له اطلع بالليل ابلش خلوا داوود في إطار جولات الميدانية والمتابعة لأعمال مديرية بلدية الموصل، اليوم حققنا زيارة بالتعاون مع معاونية الإعمار في ديوان المحافظة. شملت هذه الزيارة العديد من المشاريع. نحن الآن متواجدين في موقع تقاطع المعارض، تم الاطلاع على العمل في هذا التقاطع وعلى نسبة الإنجاز والأعمال المنفذة. لله الحمد الأعمال تنفذ بشكل جيد وضمن السقف الزمني للمشروع. حاليا يتم تنفيذ أعمال الإمباكمنت الجانبية للأبطمنت الجانبية للجسر، بالإضافة أيضا تم الاطلاع على التقاطعات والتعارضات مع الدوائر. تم التواصل مع مديرية مجاري نينوى لحل الإشكال المتمثل بمد الأنبوب ضمن جسم التقاطع، بالإضافة أيضا إلى تنفيذ أعمال تحويل مسارات الأنابيب الناقلة لمياه الإسالة. العمل يسير وفق المخطط الزمني، لا إن شاء الله سوف يتم إنجاز العمل في وقت أسرع من الوقت التعاقدي الخاص بالمشروع، بهدف طبعا فك الزخم المروري الحاصل في هذه المنطقة. جولاتنا ومتابعاتنا مستمرة لباقي المشاريع. هذه الأعمال وهذه المتابعات تأتي طبعا بتوجيه سيد المحافظ المحترم، وإن شاء الله بتكاتف الجميع وتعاون الجميع تعود مدينة الموصل لحدباء أفضل مما كانت. المعوقات يعني هل وضعت هذه المعوقات بالتأكيد؟ يعني هي التعارضات موجودة في أي مشروع سواء كان هذا المشروع بسيط أو كبير. الاجتماعات مستمرة عن طريق غرفة العمليات التي تقودها معاونية التخطيط في المحافظة. تم فك جميع التعارضات مع الدوائر الخدمية. تم أخذ هذه التعارضات قبل إدراج هذه المشاريع، وبالتالي إن شاء الله التعاون موجود بين كافة الدوائر في سبيل مدينة الموصل، في سبيل ازدهار مدينة الموصل.